Testing one, yeah. سمو الأمير طبعا هذه تلك الأيام أعتقد يعني لا تمحي من ذاكرتك، كانوا يسمون في الولايات المتحدة أعتقد بالمجاهدين مقاتلي الحرية. كنت مكلفا، وتصحح لي هذه المعلومة، بالملف الأفغاني، وكنت تدير الملف بشكل مباشر. هناك تهم للاستخبارات الأمريكية والاستخبارات السعودية أن القاعدة هي صنيعة الاستخبارات، وأن الأفغان العرب من أوجدهم أو تتحملون مسؤولية وجودهم. هذه تهمة مرفوضة من عدة جوانب، أهمها أنه عند بدء الغزو السوفيتي لأفغانستان كان الأمر في أفغانستان قد قام من ناحية وجود المجاهدين ضد الحكم الشيوعي اللي خلف الرئيس المقتول داود، اللي هو كان عم الملك محمد شاه، اللي انقلب على محمد شاه وتحالف مع الأحزاب الشيوعية في أفغانستان. فعندما اغتيل داود قامت ثورة وتولى حزب شيوعي في حينها أظن بارشم كان اسمه الحكم في أفغانستان، وتأسس لهؤلاء المجاهدين مواقع مراكز عمل في باكستان. كان أيامها الرئيس محمد ضياء الحق هو رئيس باكستان. فلما سار الغزو السوفيتي طبعا الأمر المهم بالنسبة للمملكة في ذلك الحين هو أنها تمنع من أن هذا الغزو يتمدد إلى أن يعبر حدود أفغانستان إلى باكستان. وأتى طلب من الرئيس محمد ضياء الحق للملك خالد الله يرحمه لإرسال رئيس الاستخبارات العسكرية في ذلك الحين جنرال أخطر عبد الرحمن لكي يطلع المسؤولين هنا في المملكة عن مخاطر الغزو السوفيتي لأفغانستان. وتم الشيء هذا، وأنا كنت مضيف لأخطر عبد الرحمن نتيجة لعملي في الاستخبارات العامة. فاجتماعنا بعد ذلك في باكستان لما تم الاتفاق أن المملكة ستقدم دعم لباكستان لكي تردع السوفييت من أنهم يغزوها، وأتى مستشار الرئيس كارتر في ذلك الحين للأمن القومي زبيغنيو برازينسكي. بعد زيارته لباكستان أتى للمملكة واقترح أنه يكون في تعاون ثلاثي، هذا بعد ما قررت المملكة أنها تدعم باكستان. فهذا التعاون الثلاثي نبع من هذه الزيارة الأمريكية في ذلك الحين، وكلفت أنا بمتابعة الأمر. وفي اللقاء اللي اتبع هذه الزيارة لي أنا في باكستان لكي يطلع على الأمور، تم تعريفي بالقيادات الأفغانية اللي انتم شفتوها في الصورة هذه. فمن الأشياء اللي قالوها لنا هم لما سألناهم إيش تبغوا أنتوا عشان تقدروا تتابعوا أمركم في أفغانستان، قالوا أعطونا فلوس، أعطونا سلاح، أعطونا دواء، لكن لا تعطونا رجال. لم يطلب منكم رجال، ما احنا محتاجين، احنا عندنا رجال كافي للشيء هذا. فهذا كان أساس التعاون الثلاثي
بين أمريكا والمملكة وباكستان مبني على هالأسس هذه. بطبيعة الحال عندما بدأ هؤلاء المجاهدين ينشطوا في داخل أفغانستان ضد الاحتلال السوفيتي، تكونت هناك عاطفة إنسانية عبر الكرة الأرضية بصفة عامة، ولكن بالخصوص في العالم الإسلامي، لمحاولة دعم هؤلاء المجاهدين ضد الغازي السوفيتي. فبدأوا المتطوعين من كل أنحاء العالم يذهبوا إلى باكستان. الباكستانيين، وأخذا بالاعتبار أن هؤلاء المجاهدين لا يريدوا بشر، فتحوا معسكرات للاجئين الأفغان الذين أتوا من أفغانستان إلى باكستان، وسمحوا للمتطوعين هؤلاء من كل أنحاء العالم أنهم يعملوا في هذه المعسكرات. الذي يأتي بخبرة طبية، والذي يأتي بخبرة هندسية، والذي يأتي بخبرة تعليمية وغيرها من النشاطات الإنسانية التي كانت تساعد هؤلاء اللاجئين الأفغان في المعسكرات. وكانت يعني خلال العشر سنين اللي تمت اللي دامت فيها الحرب هناك بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان، تجمع حوالي 6 ملايين أفغاني في هذه المعسكرات، في المعسكرات الباكستانية. فمما تطلب أنه يكون لهم إدارة وخدمات، ليس فقط من الحكومة الباكستانية، ولكن أيضا من الجهات التي تطوعت لمساعدتهم إنسانيا. فانصب أكثر المجاهدين العرب على خدمة هؤلاء الأفغان اللاجئين في هذه المعسكرات في بشاور وفي كويتا. المجاهدين من جهة أخرى عندما كانوا يتعرفوا على بعض من هؤلاء العرب ويروا أنه لهم خبرة معينة، إن كان عسكرية أو طبية أو آخره، كانوا يستقطبوهم للعمل معاهم داخل أفغانستان كأفراد. يعني الأفغان هم اللي كانوا يطلبون؟ أي نعم. أو يأتيهم متطوع ويقدم نفسه، وإذا كان رأوا أنه فيه عنده خبرة يحتاجوها يقبلوا أنه يعمل معاهم داخل أفغانستان. بس هذول كانوا قلة. ومن ضمنهم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وعبد الله عزام اللي اجتمعوا في بشاور عندما تواجدوا هناك، وقرروا أنهم يوجدوا مكان للمتطوعين العرب عندما يأتوا لكي يوزعوهم على الخدمات اللي ممكن يقدموها للاجئين الأفغان. فكان هذا الأساس لتأسيس القاعدة اللي هو كان في البداية اسمه مكتب الخدمات، ثم تحول إلى القاعدة. فنبعت القاعدة من هؤلاء الثلاثة، ولم يكن لا للاستخبارات السعودية ولا الاستخبارات الأمريكية أي يد في تأسيس أو تسهيل أو قيام بعمل هذا.